كنا استعرضنا قبل كده البوكو ام 4 5G برو. النهارده هنستعرض مع بعضينا التليفون الجديد من شركة شاومي بالعلامة التجارية بوكو. التليفون اللي معانا بوكو ام 4 5G العادي. التليفون دوت بعد الغلو نازل بمواصفات جميلة وبسعر جميل. تابعوا معانا الحلقة حتى نهايتها تعرفوا المواصفات ومميزات التليفون والسعر بتاعه قصاد الامكانيات الجبارة او الامكانيات الجميلة اللي نازل بيها التليفون. تابعوا معانا نهاية الحلقة. التليفون اللي معانا الجديد بوكو ام 4 5G الجديد. أعزائي المشاهدين، مشاهدين قناة ثاندر للتكنولوجيا، أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات القناة ومعاكم أخوكم أشرف. النهاردة هنستعرض مع بعضينا تليفون من تليفونات شركة شاومي بالعلامة التجارية بوكو، اللي هو بوكو ام 4 5G العادي مش البرو. كنا قبل كده استعرضنا تقريبا من 6 شهور البرو، لكن النهارده هنستعرض العادي قصاد الامكانيات الجميله الرائعه مقابل للسعر اللي نازل بيه الغريب والجميل وهتتفاجئوا بيه في اخر حلقه. تليفون من التليفونات الرائعه اللي اصدرتها الشركه تحت علامه بوكو، متوسطه او اقل كمان من متوسط السعر، ولكن امكانيات جميله جدا هنشوفها مع بعضينا واحنا بنستعرضها النهارده في الحلقه بتاعتنا. قبل ما نستعرض التليفون هوصيكم زي كل مره ما تنسوناش في السبسكرايب واللايك الشير في كل مكان والكومنتس، وهرد عليكم على طول. تحت الفيديو في صندوق الوصف او الديسكريبشن هتلاقوا فيه لينكات من امازون انا حاططها عشان كنا استخدمنا ادوات جميله وعليها اوفر اليومين دول، فيا ريت دعما للقناه تخشوا تشوفوا وتشتروا من امازون. يلا بينا نبدا نستعرض في مواصفات التليفون اللي معانا النهارده بوكو ام 4 5G العادي. يلا بينا. التليفون اعلن عنه في 29 ابريل واتطرح للبيع عالميا ومحليا في 5 مايو، ولكن في مصر حتى الان لسه لم يعلن عن طرحه او بيعه حتى الان. التليفون بيجي بابعاد 164 في 76.1 في 8.9 ملم، الوزن بتاعه 200 جرام. الطبقه الاماميه بتبقى من الجوريلا جلاس 3 محمي بيها، والفريم البلاستيك، والظهر بتاعه من البلاستيك الشيك اللي احنا عارفينه. التليفون مجهز ان هو ياخد شريحتين اتصال، والتليفون دوت ضد الرذاذ او سبلاشنج ووتر اللي هي رذاذات المطر او الرش بتاع المايه. التليفون ده الشاشه بتاعته اي بي اس ال سي دي مش اموليد بس بتردد 90 هرتز. مساحه الشاشه 6.58 انش باستحواذ 83.3%. ريزولوشن الشاشه 1080 في 2400 بقوه 401 بي بي اي، وطبقه الحمايه اللي موجوده عليها كورنينج جوريلا جلاس 3. التليفون ده بينزل بالاندرويد 12 بالواجهه الام اي يو اي 13. البروسيسور بتاع التليفون دوت الميديا تيك ديمينستي 700، المعتمديه بتاعته 7 نانومتر وابعاده. اما بالنسبه للكورات بتاعته هو اوكتا كور او ثماني النواه، الاثنين كور الاقوياء بتوعه بقوه 2.2 جيجا هرتز مسمى كورتكس اي 76، والست انويه المتوفره والمدعمه للطاقه بقوه 2.0 جيجا هرتز كورتكس اي 55 وده المسمى بتاعها. الجي بي يو او وحده الرسوميات مالي جي 57 ام سي 2، والتليفون ده بيركب له كروت ميموري حتى 512 جيجا بايت، وبينزل بنوعين من الذاكره 64 جيجا بايت و128 جيجا بايت نوعهم يو اف اس 2.2. اما بالنسبه للرامات فبينزل باتنين او نوعين من الرامات، 4 جيجا بايت رام دي مع ال 64 جيجا بايت، وال 6 جيجا بايت رام بينزل مع الذاكره اللي هي 128 جيجا بايت. التليفون ده مجهز بكاميرتين، كاميرتين حلوين واقوياء. الكاميرا العريضه 50 ميجا بكسل فتحه عدسه 1.8 بالدعم بي دي اي اف، والكاميرا الدبث او العزل 2 ميجا بكسل فتحه عدسه 2.4
ومجهز بـ LED فلاش بتدعم تصوير HDR والبانوراما. تصوير الفيديو بيدعم لغاية 1000 تصوير لغاية 1080 بفريم 30 فريم بير سكند. نيجي بالنسبة للكاميرا السيلفي، هي في المنتصف أعلى بشكل الجميل بتاعها المعتاد، بقوة 8 ميجا بكسل، فتحة 2.4 وبتدعم تصوير الـ HDR. أما تصوير الفيديو بتاعها فبيبقى 1080 بفريم 30 فريم بير سكند. نيجي بالنسبة للساوند أو السبيكر، فهو السبيكر من نوع الاستيريو من أسفل ومن فوق، ودي غريبة جدا على السعر اللي احنا هنقوله في آخر الحلقة دوت، وبيدعم كمان تركيب جاك 3.8. نيجي بالنسبة لوحدات الكوميونيكيشن، الواي فاي بقى آخر إحداثياته، والبلوتوث بالفيرجن 5.1، الجي بي اس موجود، الـ NFC مش موجود، الانفراريد موجود، الراديو مش موجود، والـ USB من نوع تايب سي 2.0. نيجي بالنسبة للبصمة أو سنسورز عامة بالعموم، يعني نيجي بالنسبة للبصمة، البصمة الجانبية وبقية سنسورز موجودة. بالنسبة للبطارية بقوة 5000 ملي أمبير بشحن سريع معاه 18 وات. التليفون ده بينزل منه الجراي أو الرمادي والسيلفر والبلو أو الأزرق زي ما باين في الصور، والتسعير بتاعه أو السعر بتاعه اللي نزل بيه النهائي $240، يعني بالمصري تقريبا بنتكلم في 4400 جنيه، ده قبل الضريبة والجمارك. يعني قول بالضريبة والجمارك التليفون ده ممكن يوصل له ل 5000 جنيه في مصر. طبعا مبلغ بسيط في قلب الغلاوة اللي احنا شايفينه وارتفاع سعر العملة، قصاد الامكانيات اللي انا شرحتها النهاردة اللي ممكن تخلي اي حد من الفئة المتوسطة او دون المتوسطة كمان تشتريه، وتقدر تعمل محتوى بيه على السوشيال ميديا او على القنوات اليوتيوب الموجودة على الانترنت. لغاية ان احنا وصلنا لنهاية الحلقة، يا رب نكون وفقنا في سرد المعلومات البسيطة لحضراتكم. ما تنسوناش زي كل مرة السبسكرايب، الشير، اللايك، الكومنتس، والرد عليكم على طول. اي استفسار بخصوص الحلقة دي او اي حلقات فاتت انا تحت امركم. دعمونا دايما اللايك والشير دايما في كل مكان. صندوق الوصف ما تنسوش في الديسكريبشن، فيها تلاقوا فيه لينكات من امازون لبعض المعدات استخدمناها وعليها اوفر دلوقتي، يخش عليها ودعموا القناة واشتروها. شكرا جدا لحسن استماع حضراتكم، اسفين الاطالة، والسلام عليكم.